فقهي السفينة والغروب وتعويضهم بمساحة في مكان يعني في الكورنيش ولكن في مكان آخر بعيد عن يعني عن الجرف تفاديا لأي خطورة. مقهى السفينة اليوم تحتل ملكا عموميا مرخص لها باستغلال تقريبا 327 متر مربع، تستغل حاليا 1200 تقريبا وشي 26 متر مربع، أي ما يناهز الفرق هو 900 متر مربع. هذه مستغلة ومحتلة خارج الإطار القانون. المقهى قامت ببناء طابق علوي خارج الضوابط القانونية. صاحب المقهى لحد الآن لم يرضخ للقانون. نطالب لك مجلس بلدي، صدرنا القرار، القرار كان عن طريق لجنة موسعة فيها السلطة وجميع المتدخلين. نطالب بتطبيق القانون، نطالب السلطة بتطبيق هذا القرار، فهمتني؟ نظرا لمجموعة من الاعتبارات، كما قلت كورنيش جديد، مواصفات جديدة. صاحب مقهى الغروب التزم بهذا القرار، اليوم هو كيبني مقهى جديدة. اليوم الناس كتحدث كتقول اودي راه الا مشينا مثلا تهدمنا هاد المقهيين بجوج غيتم تسريح او تشريد واحد المجموعه ديال العاملين اسر ديالهم. هذا كلام خاطئ. ما يمكنش اليوم اننا نوصلوا الناس المعطيات الخاطئه. البلديه ما قالتش هدم المقهى وتسريح العمال، البلديه قالت تغيير مكان المقهى بمكان اخر، وعطات مساحة قانونية اللي هي 200 متر، وعطات مواصفات للمقهى اللي تتلائم والوضعية ديال الكورنيش الجديد. صاحب الغروب مقهى الغروب التزم بهذا القرار، وصاحب مقهى السفينة لم يلتزم بها. من هذا المنبر أنا أطالب السيد رئيس المجلس البلدي ومعه السلطات المحلية في شخصه الآمن إلى تطبيق القانون. يوم ما يمكنش اننا نقبلوا القانون انه يتطبق على الناس البسطاء وما يتطبقش على الناس الاغنياء. اليوم حنا كنشوفوا مثلا اللي عنده كروسه كيطبق عليه القانون، واللي عنده الفلوس وعنده النفوذ ما كيطبقش عليه القانون. راه كيف ما قال واحد الشخص تما بالقرب من الكورنيش، قال لك اودي راه انا وحطيت هنا كروسه نبيع فيها الليمون كلشي غيخرج عندي. وراه ما يمكنش اليوم حنا غنقبلوا واحد شاد 1200 متر خارج الضوابط القانونية ونخليهم مستقلين.